الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكلها في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية ربنا بينادي في عباده المؤمنين الذين أسرفوا من المعاصي، يقول لهم توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا ونظير هذه الآية في الحديث القدسي، ربنا قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لغيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. فبهذه الآية وفي هذا الحديث القدسي ربنا رحمة واسعة قال لك: حتى لو جدني بكل الذنوب، وكما ذكر المشايخ من قبلي إنه يا جماعة الذول مهما مجمعنا الكبائر كويسة، لو فات لله بكل الذنوب، فادع من الكبائر، من الزنا، من الخمرة، من شرب الخمر، من قتل النفس، من يده، حتى لو جو مذاته ولدته، مش دي حاجة كبيرة شوية؟ الواحد لو جو مذاته ولدته برضو انت تحت المشيئة، انت ما فوق للشرك. الشرك ده إلا تتوب منه هنا في الدنيا، فهذا الشرك ربنا حذر منه الأنبياء ودعاء غير الله. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت، فعلت الكلام ده، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الظالمين أي المشركين. الظالمين في الآية دي ما الظالم زي اللي ذكر الشيخ قبل شوية، الظالمين في الآية ده المشرك، من الظالمين، كما قال لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده الشرك أو ظلم ذاته، ده الظلم، ده المشرك، ده الظلم اللي بيخلدك في نار جهنم لو مت عليه. بتنادي حتى لو بتنادي الأنبياء أنت مشرك، ما عندك جنة نهائي. لا من نقول أنت مشرك ما عينا دول بعينه، لكن أي دعام، أي دول يدعو دون الله، نام مات ما خلى دعاء غير الله، ده مشرك. وربنا بودي وين المشرك؟ ربنا بودي وين؟ بودي جنة، بودي النار. ربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين برضو المشركين، لو مت على الشرك انت ظالم، شلت حق الله اديته حاج عبد الله. وديل في البلد دي كتار، ديل في البلد دي كتيرين بينادوا غير الله، ده شرك. بتقول في الليلة الهادي بنادي سيادي: ويا حسن بجلابية، بجلابية، بسروال، بنطلون، ناديته، ده شرك، ده شرك. فهم الكلام ده؟ نادي كثير بنادوا غير الله. مدايح البرع يقول: بناديون، بناديون في كل قضية، بناديون حيين ميتين بناديون. ده منه؟ ده البرعي، ده البرعي البنادو الصوفية. البرعي ذاته هنا بيقول: بناديهم، بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم. طيب البرعي مات والبناديهم مات، انت بتنادي في الميتين ده برضو عس، انت بتنادي في اللي كان بنادي، يا منادي الغوم، نادي الجيلاني، ده المناد بيقولوا كده. انت قايلة دي، دي شنو دي؟ دي حبيبي فلس؟ ده ما شرك، ده شرك. ناد بنادوا غير الله في البلد دي. وديل الناس، انصار الطنة قالوا: الناس ديل نحن هو حاجة واحدة، قالوا بيناتنا مشاكل بسيطة نقعد نحلها مع الجماعة ديل. جماعة ديل النشر الكتب ديل، انصار الطنة قالوا بيناتنا
مشاكل بسيطة بسيطة يا أنصار ظننا، قال بسيطة نقعد نحلها في الوقت دي. طيب بسيطة كيف؟ دايني أنصار ظننا واحد اسمه علي اللبدي، أديك بسيطة من القطة دي. ده اسمه علي اللبدي، ده كان ولي، قال كان شعر عاندي يغطي ركبتيه. دي شعر عاندي ولا غطى صورة أنصار ظننا؟ دي مشاكل بسيطة، دي مشاكل بسيطة أنصار ظننا، دي مشاكل تشيب الراس. نحن حتى جبنا ده بدل اديتك حاجة واحدة بس، حاجة واحدة اديتك حاجة واحدة، وفي هذا الكتاب في حضن اللحية بغارة برضو، دي مشاكل بسيطة. بغارة أحياء حضرت عدونا هنا في جرق النيل، قال لا بغارة بغارة، قال فد قامت على الحيلة. دي مشاكل بسيطة أنت صارت لنا، مشاكل بسيطة. ذول بيحيي قال بغارة، حضن اللحية بغارة. يا أخي أنت قد حتى لو عندك ذول مكفر في الحرس بيتخاجوا على كيفك؟ يا انطردنا لو عندك قريبك مقبول في الحراسة في 130 ولا في 160 معارف، ها حتعمل له شنو؟ حتمشي النيابة وموكل داخل وحامي داخل ومحامي مارق دايرة في الحراسة. كيف انت تقول ليلك جماعة دين دي الناس نزلت؟ وطيب نحن ما نزلت؟ نحن ما نزلت؟ ها نحن ما نزلت؟ ها دين البنات وغير الله دين نازك. نحن شاهدنا برك شغلة ذات ديل تكفيريين وديل بتاع انجرح، ونحن بتاع انجرح وبتاع كله كله بيت دين جرح بيت دين، ها دين ده اصلا جارح ومجروح، ما ها راد ومردود عليه كما قال مالك ها رحمه الله تعالى. فالدين ده دين ده الدين كذي، لكن الدين العطي فيه الدعوة للتوحيد. العطي في الدين الدعوة للتوحيد. الليلة انصار السنة بدعو للأخلاق ولبر الوالدين، ودي ما فيها خلاف أصلا. حتى لو جبت أكبر صوفي ذات، جبت البرعي ذات، يا البرعي رأيك شنو؟ رأيك شنو في بر الوالدين؟ حيقول لك ما عنده مشكلة. البرعي ذات لو ربنا طوره، البرعي ذات ما بقوم أصلا. لكن لو فرضنا جاء البرعي جيب صايم ديما الحي ما عنده مشكلة. المشاكل أصلا من زمان انصار السنة قائمة بالتوحيد، قائمة بالتوحيد. هو حق الله على العبيد، ده حق الله. كيف يا خلي الزول لو شال حقك ساي شال جدانك ده المحاكم بتدور، ده شال حق الله يا اخ. تيجي تقول ده نحن وانصار سنة؟ قال الصوفية ما برضوا في انصار السنة ولا الاخوان المسلمين ولا انصار السنة برضوا في الاخوان. يا اخ دي حس ذاته زي ما حرام دي نعفهمها كيف؟ دي شكلك كده حس لا مرضى لا برضو لا مرضى ده شو ده؟ ها ده كلام ده كلام قالوا ده. فالدعوة دي هذه الحلقات دائما الكلام حول التوحيد، الكلام حول التوحيد، لأنه الوضوء والصلاة والزكاة ده من الدين صح. لكن بتلقى ناس عبد الحي بيقولوا لك ده الحي ذاته بيقول لك، تلقى ناس عصام أحمد البشير بيتكلموا لك، أنصار السنة ذاته بيتكلموا لك عن الصلاة وبر الوالدين وتبكي. اوه صوفيا ذات بكوك، صوفيا ذات بكوك. نحن هنا بنبكيك بجد، بنبكيك عشان تكبر راجل نجيب. تبكي نام انت شغل حاجة على ذات، لكن بتكون راجل دارين انك تكون راجل تدعو الله براو دعيب ترفع طاقيتك فوق ما تديها شنو الشيخ. الليلة انصارت لنا ذاته ما بقول للناس كده، ربنا قال فمن يمشي مكبا على وجهي اهدى اما يمشي سويا على صراط المستقيم. فختاما يا عبد الله نصيحتي لنفسي ولإخوان المسلمين التوحيد يا جماعة الزول، حتى لو مشى لله بكل الذنوب كما في الحديث وفي الآية، وانت مشيت لهم واحد انت في نعمة، والله في نعمة كبيرة، في نعمة في نعمة يا أخي. لكن تمشي لله مشرك ماشي وين؟ ماشي وين؟ يقول لك جيناك يا كاب الهمل لا دين لا عمل، ماشي وين؟ ارجع راجع ماشي وين؟ قال له جيناك جيناك تجوب الشرك تجوب الشرك. رضي الله عنه قال له ليه فاطمة بنته؟ يا فاطمة سليني من مالي. رضي الله عنه تعلم التوحيد، تعلم التوحيد بيشفع لك، لكن تجيب الشرك ما بيشفع لك. ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، مت على الشرك رضي الله عنه ما يشفع لك، الأنبياء ما يشفعوا لك لو مت على الشرك. فالتوحيد ده الشرك بخارجك في القبر هناك بتلقى الكلام ده قدام. أول سؤال ما تسمع كلام البروف الترابي ولا مين الحلق ده ولا غيره يقول لك ما في سؤال قبر. والله تعرف حاجة، والله انت حتى ضربك الهوى هنا، والله هناك في ملائكة كما صح في الحديث، وان قال ملائكة ربنا قال ملائكة غلاظ شداد قويل
عندهم مرزبة، مرزبة التجارب بتاعت الحداد، مرزبة خالقة رب العالمين لدول المجرم. المجرم يا ذات، المجرم ما بتاع حرام القلوب طلب، المجرم هو أبوك الشيخ ده، ده المجرم ذاته. لو تعرف المجرم ده، المجرم اللي عنده مرزبة والله يدق بيه حاجة، من تعرف حاجة ملائكة غلاد. المجرم بنادي غير الله، ها ناد بقول يا وتحثونا من المدفونة، يا بغرة يا بكثير تمرة، تكسر رقبتك علي رقبته. ما تنادي الله يا أخي، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فأنا أقدم الشيخ مزدمن من بعدي، جزاكم الله خير.